Y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. إن شاء الله أتمنى تكونوا بخير وصحة فطوركم، وتحياتي للجميع. اليوم إن شاء الله في الفيديو سوف نتكلم عن وفاة الممثل الإسباني الفكاهي خوان بورجا إليريستاس صاحب الضحكة الشهيرة. إذا كنت أول مرة تشاهد المقطع لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة والضغط على الزر لايك وتفعيل الجرس ليصلك دائما كل جديد. أعلنت مصادر إعلامية عن وفاة الممثل الكوميدي الإسباني الشهير خوان خويا بورجا الملقب بإليريستاس صاحب أشهر ضحكة في العالم عن عمر يناهز 65 عاما، وذلك مساء يوم الأربعاء 28 أبريل 2021 بعد صراع مع المرض. وفرق الفنان الإسباني خوان بورجا الحياة في مستشفى إشبيلية بعد صراع مع مرض لم ينفع معه علاجه، حيث مكث فيه منذ شهور دون أن يأتي العلاج بنتيجة، إذ أصيب بالمرض منذ سنوات ليفارق الحياة تاركا خلفه إرث فني عالمي. وفي سبتمبر عام 2020 الماضي تم إدخال جويا إلى مستشفى ديلا كاريداد في إشبيلية بإسبانيا، حيث خضع لتدخل لعلاج مشكلة في الأوعية الدموية، وبقي في المستشفى حتى يوم وفاته مساء الأربعاء وسط حزن كبير لمحبيه. وفي الظهر يوم 28 أبريل 2021 تم نقل جويا من مستشفى ديلا كاريداد دي إشبيلية إلى مستشفى جامعة فيرجين ديل روسيو بعد الانتكاس المفاجئ لمرضه، وتوفي في وقت لاحق من عصر ذلك اليوم متأثرا بمضاعفات مرضه. وسمي خوان خويا بريستاس لأنه كثير الضحك، وكانت لديه ضحكة مميزة أصبح معروفا بها في جميع أنحاء العالم. وإن كانت أعماله الفنية غير معروفة عند محبيه ولم يكن له الكثير من الأعمال الكوميدية العالمية، إلا أنه اشتهر بضحكته حينما كان في إحدى البرامج التلفزيونية الإسبانية، وتحولت هذه المقابلة إلى أشهر ضحكة مميزة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما انتشرت بسمته كثيرا بين متابعي كرة القدم العرب. ونعت العديد من الشخصيات والمشاهير في العالم والوطن العربي والشرق الأوسط رحيل الكوميدي خوان خويا بورجا المعروف بإليريستاس صاحب الضحك الأشهر عالميا، واكتسب شعبية واسعة منذ عام 2015. وصلنا إلى نهاية الفيديو، شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء. Llama a Sevilla, que traigo un país.